سين. وصفت بالأروع وهي كذلك. المرحلة الرابعة من دورة الجزائر الممتدة بين الباهية وهران وأعالي سانتا كروز كانت بحق نافذة سياحية راقية جمعت بين الواجهة البحرية والمناطق الجبلية. الدراجون قبلوا الهدية وقدموا سباقا مثيرا، فكان الصراع شرسا لخطف القميص الأصفر. أحوال الكوكبة تميزت باستقرار نسبي وترقب الفرق المرشحة على غرار إريتريا، كونكورديا الدنماركي، سوفاك والمجمع النفطي من الجزائر. محاولات أجهضت في عدة مناسبات عندما التحمت الكوكبة من جديد في هواورا ومداح، ليرتفع نسق السباق بعقبة عين الكرمة حيث انشطرت الكوكبة إلى عدة مجموعات كل حسب جهده. عشرة دراجين تمكنوا من الانفلات بالقرب من شاطئ مداخ تنين، لكن الجزائري شعبان هشام والإريتري إيزاك تيسفوم كانت لديهما خطة أخرى عندما انسلخ عن المجموعة وطار نحو سانتا كروز. الإريتري كان الأقوى باحتلاله للمركز الأول، هشام شعبان ثانيا، فيما أكمل الإريتري الآخر ناطاليان بيرهان منصة التتويج. وكانوا عندهم ديفيكولتي بزاف باسكو البارح خدموا لي زيترونجي وكانوا اوبليجي عليا تما ريسكي، والحمد لله جات فصواب. لقد فزنا بالمركز الاول والثالث، انا مسرور لفوز بلدي اريتريا. القميص الاصفر من نصيب الاريتري برهان، فيما عاد القميص الاخضر لاسرع دراج للاسباني سوبرينو، اما احسن متسلق وصاحب القميص المنقط الاريتري تيسفوم. وتعقب المتنافسين على القميص الاصفر مستمر. للمزيد معنا هشام سعدودي. هشام، ما الجديد لحد الآن؟ خالد، تحية لك ولكل المشاهدين الكرام. جديد المرحلة الرابعة. الجديد إلى حد الآن هو جديد المرحلة الرابعة التي كانت الأجمل، كانت الأصعب. شاهدتم في الصور، تمتعتم بالصور الرائعة التي تعكس جمال الباهية وهران. أريد أن أنوه إلى شيء يجب تنويه به، هو ردة الفعل والتجاوب الإيجابي الرائع للسلطات المحلية هنا في وهران وفي كل النقاط التي مرت بها قافلة الجزائر الدولية للدراجة الهوائية. الجديد هو أنه قبل المرحلة الختامية هناك ثلاث مترشحين لنيل لقب دورة الجزائر 2012، وهم نادي كونكورديا الدنماركي، نادي طابلوار اليوناني، والمرشح الثالث بنسبة كبيرة هو من سيتوج بلقب هذه الدورة هو المنتخب الوطني الإريتري الأقوى على الإطلاق، بطل إفريقيا. صاحب القميص الأصفر إلى حد الآن برهان نجح إلى حد كبير هو وزملائه في سباق اليوم في كسب القميص الأصفر، مع تألق لافت لدراج السوفاك شعبان هشام، أيضا تراجع والوجه الباهت الذي ظهر به رفقاء العائد العقاب من المجمع الرياضي البترولي. لذلك مرحلة الغد التي ستكون على مسار وهران هي الفيصل، هي الحاسم لمن سيتوج بلقب بطولة الدرجة الهوائية دورة الجزائر 2012. خالد، شكرا.